قطعة خردة أحدثت كارثة نووية. قطعة من الخردة تسببت بكارثة إشعاعية صنفت من أسوأ 10 كوارث نووية. مات عشرات الضحايا على فترات متباعدة، والسبب وقتها كان غامضاً. القصة بدأت من هنا، مطرقة ثقيلة فتحت أبواب الجحيم عندما أغلقت هذه العيادة أبوابها في مدينة جويانيا البرازيلية، وتحديداً عام 1987 اقتحم مراهقون مبنى عيادة مهجورة لعلاج الأمراض السرطانية بحثاً عن الخردة لبيعها. سرقوا منها كل القطع المعدنية وفككوا هذا الجهاز ليسهل حمله، لكنهم وجدوا هذه العلبة الفولاذية محكمة الإغلاق، فحملوها إلى أقرب تاجر خردة. تم فتحها بصعوبة بالغة ليجدوا فيها مادة زاهية اللون جميلة المنظر، مادة السيزيوم المشعة والقاتلة. عندما كسر العمال العلبة الفولاذية وجدوا فيها حجراً متوهجاً وزنه نحو 100 جرام، توفدوا للتحديق فيه وقرروا تكسيره وتقسيمه فيما بينهم، ولم يدركوا أنهم أمام مواد نووية مشعة. بسبب لونها الفسفوري الجذاب وصفها بعضهم بأنها أحجار سحرية، فتنقلت بين معارفهم وأصدقائهم لمدة 16 يوماً. كانت خلالها قطع السيزيوم المشعة تلوث كل شيء بالمدينة. ديفر كان أحدهم، توجه حينها إلى منزله قائلاً لزوجته إنه سيمنح قوة سحرية هائلة. أخذت هذه القطعة إلى بيتي وشاركتها مع كل من زوجتي ماريا والعائلة والأصدقاء، ثم أعطيتها لشقيقي وابنته ليد. لمستها بيدها ثم تناولت عشاءها. شقيق ديفر منح ابنته ليد بعضاً من المادة السحرية، ولم يدري أنه قد منحها الموت بنفسه. توفيت ليد بعد أيام قليلة، ثم توفيت زوجة عمها ماريا لاحقاً، وبعد 7 سنوات توفي العم ديفر. دب الذعر في المدينة بعد انتشار أعراض غامضة ما بين التقيؤ والغثيان وتساقط الشعر والحروق الشديدة. ظن البعض أن ما يحدث هو عدوى فيروسية لا أكثر. كنت أول شخص أدرك ما كان يحدث حقا. حددت مستويات عالية من الإشعاع باستخدام أجهزة الكشف، ما ساهم في حل المشكلة. ومع ذلك حاولت الحكومة إخفاء البيانات عن السكان لتجنب الذعر الجماعي، قائلة إنه مجرد تسرب غاز. تقديرات كشفت أن نحو 1000 شخص بمحيط ساحات الخردة تعرضوا لمادة السيزيوم المشعة، لكن وزارة الصحة البرازيلية أعلنت أن العدد لا يتجاوز 100. أصيب ما لا يقل عن 58 شخصاً بالإشعاع من جهاز علاج إشعاعي، بعضهم أصيب بحروق شديدة، بينما خضع آخرون للحجر الصحي في ملعب لكرة القدم. وبسبب هذه القطعة المسروقة تدخل المجتمع الدولي وأقفلت السلطات البرازيلية ساحة الخردة إلى الأبد. صارت أرضاً مهجورة كأرض تشيرنوبيل، فهدمت منازل وحرقت ممتلكات ودفنت متعلقات في أقبية خرسانية مقاومة للزلازل، كما تمت محاكمة 3 أطباء من العيادة المهجورة بتهمة الإهمال. وحتى اليوم لا يزال هناك أشخاص في محيط المنطقة يعانون من الآثار الناجمة عن التلوث الإشعاعي.